أنا ونحن، برنامج تعليمي أطلقته جمعية شباب المهرة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم في مدرستين من مدارس محافظة المهرة. البرنامج ينفذ الأول مرة في اليمن، والمهرة السباقة في هذا البرنامج، وإن شاء الله تكون نموذج لباقي المحافظات الأخرى. أيضاً نوجه شكرنا إلى الأستاذ سالم عبد الله بن عيشور الذي سعى واجتهد إلى أن ينفذ هذا البرنامج في المهرة. نحن نطمح إلى أن يكون لهذا البرنامج يحقق أهدافه على مستوى المدرسة السمية في مديرية المسيلة، أو سواء كان على مستوى المحافظة في المدارس المحافظة بشكل عام. يعني برنامج أنا ونحن التعليمي يكسب الطلاب عددا من المهارات الحياتية والاجتماعية منذ صغرهم، ويرسمون من خلاله المستقبل الذي يحلمون به. برنامج شيق، يعلمنا كيف نتعامل مع جيراننا ومع والدينا ومع معلماتنا ومعلمينا. تعلمت الكثير من البرنامج وعجبني، وإذا يعني إذا اشترك أحد مثل يعني جرب البرنامج بيستمتع كثير. يأتي البرنامج كمشروع جديد لجمعية وحدة شباب المهرة نحو تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، ومما يبرز أهمية التنوع في الوسائل التعليمية الحديثة وليستمتع بها الطلاب والطالبات. فلاحظنا أن البرنامج ينمي عن الطلاب أهدافهم أو كيفية تحقيق أهدافهم وكيفية السعي لتحقيقها في المستقبل. أيضا يربط أواصر العلاقة بينه وبين الأسر وبينه وبين المجتمع، بينه وبين الزملاء، كيفية التعامل مع الجيران، كيفية التعاطف أيضا مع الآخرين، كيفية زرع أو بناء الأحلام والأفكار، كيفية أيضا التعبير عند نفسك عند ذاتك. نلاحظ طبعا أن برنامج مفيد جدا. البرنامج التعليمي أنا ونحن يطبق لأول مرة في محافظة المهرة في مدرسة سمية بمديرية المسيلة، والآمال معقودة في الطالبات لهذا البرنامج أن يحققنا الكثير والكثير. محمد سعيد كرشاد لقناة سهيلة الفضائية المهرة.